ارتفاع ملحوظ بإنتاجية محصول القمح مقارنة مع حقول الفلاحين الأخرى حققته حقول محطة إبحاث دير الزور التابعة للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة أكساد، وذلك بعد توقفها لأكثر من 10 سنوات جراء الحرب. اللي زرعنا السنة الحمد لله زرعنا 110 دوانم، كانت الإنتاجية بحدود 550 كيلوغرام للدونم، الإنتاج الكلي كان 61 طن و680 كيلوغرام. حقول محطة أبحاث دير الزور ركزت هذا الموسم على إدخال أصناف زراعية جديدة تتم في المركز، إضافة إلى الجانب البحثي وإجراء التجارب الزراعية بالتشاركية مع جامعة الفرات والبدء بالزراعات الموسمية ضمن ظروف عمل نموذجية. كان الإنتاج جيد جدا على مستوى المحافظة، أنتجنا 550 كيلوغرام بالدونم. طبعا الصنف جيد وتم شراؤه من المؤسسة العامة لأكثار البذار فرع دير الزور، وتم الحصاد، والحصاد يتم تسويقه للمؤسسة العامة للحبوب إن شاء الله. تحسين إنتاج أصناف معينة من المحاصيل الصيفية والشتوية وأهمها القمح والقطن، حيث تم استثمار 105 دونمات لزراعة القمح من صنف دوما واحد، وذلك بعد تأمين مصدر مياه السقاية من القطاع الثالث، حيث إن إنتاج الدونم الواحد بلغ نحو 550 كيلوغراما، بينما بلغ إجمالي الإنتاج في المساحة المذكورة 62 طن قمح من الصنف دوما واحد ذي المواصفات العالية والقادر على تحمل الظروف المناخية الصعبة. إن جودة المحصول المنتج بحقول القمح وإنتاجيته العالية أثبت نجاح تجربة المحطة في زراعته بعد أن توقف عملها خلال سنوات الحرب على سوريا.